أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع في دروس جديدة من دروس التربية الإسلامية. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب سوف تتعرف على أقسام الحديث الشريف وتقوم بتلاوة الآيات تلاوة سليمة. أقسام الحديث الشريف: قسم العلماء الأحاديث الشريفة إلى أحاديث مقبولة وأحاديث مردودة، والمقصود بالسند هو سلسلة الرواة الذين نقلوا الحديث الشريف عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المتن هو محتوى الحديث الشريف من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره. الحديث المقبول عزيز الطالب يطلق عليه العلماء الحديث الصحيح والحسن، وله شروط وأحكام ومصادر. شروط عزيز الطالب: يجب أن تتوفر في الحديث عدة شروط حتى يعد حديثا صحيحا، من أهمها اتصال السند، أي أن يكون كل راو سمع الحديث عن شيخه الذي روى عنه مباشرة، إلا أن ينتهي السند إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تبين أن أحد الرواة لم يرو عمن قبله مباشرة فلا يكون السند متصلا. ومثاله قول الإمام البخاري: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما العدالة والضبط، العدالة هي أن يتصف الراوي بالصدق والأمانة، أما الضبط فهو أن يروي الراوي الحديث الشريف كما سمعه دون زيادة أو نقصان. فإذا ثبت أن أحد الرواة ليس عدلا أو لا يضبط روايته فإن روايته تنزل عن مرتبة الحديث. من الأمثلة على الحديث الصحيح: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. فجميع رواة هذا السند عدولا ضابطون. حكمه: يجب العمل بالحديث الصحيح وقبول ما جاء به لأن جمع شروط الحديث المقبول. مصادره: جمعة الأحاديث الصحيحة في كثير من مصادر السنة النبوية، لكن لا يوجد من هذه المصادر كتاب كل أحاديثه صحيحة إلا صحيح البخاري وصحيح مسلم. وتوجد مصادر أخرى جمعت الأحاديث الصحيحة وليس كل ما فيها صحيح، مثل الموطأ للإمام مالك وسنن الترمذي وسنن أبي داود. تستخدم عبارات للدلالة على الحديث الصحيح، منها متفق عليه تعني أن الإمام البخاري والإمام مسلم، وحديث صحيح تعني أن الحديث جمع شروط الصحة. الحديث المردود حالاته ينزل الحديث على مرتبة الضعيف إذا فقد شرط من شروط الحديث المقبول، وله عدة حالات: أن يكون سنده غير متصل، أن يكون في سنده راو لا يضبط حديثه، وأن يكون في حكمه في سنده راو ليس عدلا. حكمه: الحديث الضعيف حديث مردود لا يقبل في الأحكام الشرعية لأنه فقد شرط من شروط الحديث المقبول، وقد يعمل به في فضائل الأعمال إن لم يكن شديد الضعف. الأحاديث الموضوعة هي ما نسب كذبا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز روايتها على أنها من كلامه، وقد أثبت العلماء أنها لم تصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم وجمعوها في كتاب خاص مثل كتاب الموضوعات لابن الجوزي لبيان أنه مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم وتحذير الناس منها. التلاوة والتجويد: تفخيم الألف المدية وترقيقها. الألف المدية أحد حروف المد الطبيعي، تفخم إذا سبقت بحرف مفخم وترقق إذا سبقت بحرف مرقق. الألف المدية هي الألف الساكنة وما قبلها مفتوح وتخرج من الجوف، أما الهمزة على الألف فمخرجها أقصى الحرف. يطرأ على حرف الألف التفخيم أو ترقيق حسب الحرف الذي يسبقه. الألف المدية هي في كلمات مجموعة سبقت بحرف التفخيم باللون الأزرق: مرضات، أصابهم، أخاف، الظالمين، قائمة، ابتغاء. إن الألف المادية في كلمات مجموعة ثانية سبقت براء مفتوحة مثل الثمرات، مدرارا، وراء، لذا نطقت مفخمة. الألف المادية عزيز الطالب تفخم في حالتين: إذا جاءت بعد أحد حروف التفخيم، الاستعلاء هي الخاء والصاء والضاء والغاء والطاء والقاف والضاء، وإذا جاءت بعد الراء المفخمة. بعد ذلك عزيز الطالب عليك التعامل مع مجموعتك بأن تتلو الآيات الكريمة من سورة هود مع تطبيق أحكام التلاوة والتجويد، وأطلب إلى أحد أفراد المجموعة تقييم التلاوة ومدى التزام أحكام التفخيم والترقيق، ثم تقوم بتدوين الأخطاء والتعاون على التصويب. شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاونكم.